هنا هاي اختاريتكم إياها مجموعة لواجهات ومقاطع حتى تستفادون من طريقة الرسم مالتها الإظهار. مثلاً هنا التفاصيل، يعني هذا دا يبدي من خط الأرض، هذا من هنا عندي كأنما لفل ودا يدخل إلى الفضاء. شوف الكتل شلون دا تتدرج، يعني مهم إنه تطلعون عليها تشوفون تدرج الكتل. عندي كتلة هاي مرتفعة، تجي كتلة مثلاً ناصية، تجي هاي. يعني قلنا حتى لو هن الكتل هسه هذول كلهم اثنيناتهم بنفس الارتفاع، يعني اثنيناتهم دا يشتغلون ثلاث طوابق، هاي ثلاث طوابق، هاي هنا طابقين. لكن اني ممكن همي انا اغير باللفلات مالتهم بالارتفاعات، يعني انطي طابق 4، انطي طابق 3.5. حتى هذا الاختلاف باللفلات شوف هو اللي دا ينطيني حركة بالواجهة. يعني مو حلو يصير الواجهة كلها قطعة واحدة مستطيلة من فوق لجوه، ما حتكون عندي بها اي جمالية. فحلوة هاي اللفلات، الإضافات، الارتفاعات بين المداخل تعطيني حيوية للواجهات وديناميكية. طريقة كتابة الأبعاد على الارتفاعات، مثلا إذا عندي أشجار وهاي باللاندسكيب، يعني حتى هاي الأشجار رسمتها باللاندسكيب، من راح أجي أرسم الواجهة أو السكشن إذا تظهر أمامي لازم راح أنزلها بالواجهة، وين مكانها وين اتجاهها. نفس الشيء هنا عندي المقاطع، شوفوا هو مو اختلاف عن الواجهة، نفس اللفلات، نفس الارتفاعات، لكن بدل ما انه ارسم خط واحد راح ارسم خطين، راح اشوف التفاصيل الداخلية وليس التفاصيل الخارجية. زين هنا أنا من انضافت عندي هاي الاشجار كأنما انه دا يكمل ماخذ المقطع ويا الحديقة، فتطلع عندي الاشجار. ممكن إذا عندي انفتاح بداخل الفضاء هنا راح يكون هنا ما بي تسقيف، وممكن حديقة داخلية هم تظهر عندي. أهم شيء إنه هاي الجدران بالسمك مالتها، أي شبابيك عندي بالقطع مثلا إذا شباك فايت بيه خط القطع هسه هم نيجي نشرحه، راح يظهر عندي بداخل الجدار. إذا ما ف... يعني خ... إذا خط القطع هو دي يكون أمامه واجهة مثل هنا شلون دولي واجهة، راح تطلع عندي ترسم واجهة. اما اذا هي بداخل الجدار فايت القطع فراح يرسم هنا بداخل الجدار. نجي هنا بالنسبة للمقطع اللي نزلنا لكم اياه بالمحاضرة اللي هو الدرج. مهم الدرج، الاكثرية هي همينة شوية الصعوبة تكون برسم الدرج وشون تفاصيله وشون يطلع بالمقطع. هسا مثل هنا عندنا هو درج اخذنا ستاندر اللي هو يو شيب، اللي بي قلبه وبي هذه الاستراحة أو الصحن، منطقة الصحن. هذا الدرج تقريب شوفوا العرض مالته الكلي هو 2.20 متر، الدرج كله 2.20 متر بالطول. الطول الصحن 1.10 متر ومسافة الدرج ماخذ 2.40 متر، يعني كل طول الدرج ايش قد يصير عندي 53، يعني 3.5 اللي هو بارتفاع الطابق. طبعا شلون راح اجي انه اقسم الدرج من ارسمه؟ رسمت اني هذا المستطيل اللي هو 3.5، اول ما اجي ارسم منطقة الصحن احددها اللي هي من نهاية الدرج، راح ارسم هاي منطقة الصحن اللي تكون بعرض 1.10 متر، ممكن متر، ممكن أقل بالبيوت، لكن في الفضاءات العامة والبيها حركة لا، يعني 1.10 متر يعدو. زين أجي أقسم هذا بالنص، هذا الخطين دول شنو يعنون؟ دول الخطين اللي هم الهاند المحجر، نسميه المحجر بالدرج. شايفين من الصعدون درج والمحجر اللي هو يكون من الخشب، من الحديد، من الألمنيوم، أشكال التفاصيل. هذول الخطين هما يرمزون إلى المحجر الهاند اللي من أصعد الدرج أمسكه. الدرج عندي بيه صعود وبيه هذا الصعود الآخر اللي هو باللفل الثاني اللي بعد ما أشوفه، يعني يكون هذا هنا من يجي هذا يصعد من الأرضي. فذول الدرجات اللي بالأرضي تكون عندي كلها ظاهرة وترسم بخط واضح، لأن أنا راح أشوفها ورا ما أصعد. وصلت الصحن، من منطقة الصحن بعد أني هذه الجهة الثانية ما راح أشوفها، راح أشوف من الخلف، يعني هذا راح أشوف هذا فقط الخط المائل. زين إذا أني بالأرضي مثل هسه هذا الفقر راح أشوف هذا الخط المائل، واللي نقدر إحنا هاي المنطقة دائما إنه نستغلها نخلي بيها فضاء مخزن، فضاء حمامات، ويمكن بأغلب تصميم بيوتنا إذا نرجع طبعا
يعني احسن مكان انه نشوف بيه هو بالواقع، يعني عندك انت ببيتك تروح تشوف. هاي دائما تشوفون انه اسفل هاي منطقة الصحن كلها، مثل اقدر استخلها مخزن او حمام، ومن هنا يكون الباب مالته، لان هذا كله هو بعد مرتفع. زين، الدرجات رسمناها، قلنا احنا عرض الدرجة هنا، هنا طبعا عندي بالبلان راح ارسم هاي المسافة بين درجة ودرجة، اللي هي عرض كل درجة اللي هي 0.30 احنا موجودة، اللي هو هذا اللي نسميها الدوسة للدرجة هي 30، اما الارتفاع هذا اللي نسميه الرافع، هذا الارتفاع اللي هو 0.15 ممكن 0.17، يعني من الفضاءات العامة هذا اوكي يكون، خلي نقول 0.15 ده نشتغل، هذا الارتفاع. فمن اجي اني رسمت هاي الدرجات اللي عندي، طبعا لازم احسب. شلون احسب؟ اني عندي مثل ارتفاع الفضاء 3.5 متر، اجي ارتفاع الدرجة شقد؟ 0.5. من اجي اريد اعرف كم درجة راح ارسم للدرج، شوية ركزوا وياي مهم، من اريد اعرف كم درجة ارسم لازم اقسم ارتفاع الفضاء على ارتفاع الدرجة اللي عندي حتى يطلع لي عدد الدرجات الصحيح اللي اعرف، يعني اللي حتصعدني بحيث هذا الليفل. فاقسم 3.5 على 0.15 مثلا، راح يطلع لي مثلا لازم ارسم 20 21 حسب كم درجة. فهنا أنا مثل هاي عدد الأدرج أحسبهم وأضيفهم، ممكن هنا يعني مثل هنا أنا ممكن أني أصعد 10 درجات أو 11 درجة، ويجوز ما أحتاج أني الفضاء يحتاج إلى مثلا 16 درجة، إنه هنا أرجع أرسم الستة الأخرى ماكو إشكال. لكن من الصعدة كلها إنه حرسمها كاملة. صعدت هنا قلنا يجي هاي منطقة الصحن او اللي نسميه استراحة، لازم عندي استراحة انه يتحرك ويدور الشخص ويرجع يرتفع بالفضاء. من اجي اريد ارسم بالسكشن الدرج، شلون راح ابدي اسقطه؟ طبعا عندي مثلا هذا بالبلان، وهذا شوف راسم لي خط القطع، هذا دائما نرسم خط منقط اللي نسميه مثل AA. ليش نسميهن؟ لان مثلا يجوز احنا عندنا اكثر من مقطع راسمين، اكو مقطع عرضي يعني بالعرض ناخذ للبلان، واكو مقطع طولي يجوز بالطول ناخذ للبلان. فمثلا مقطع عرضي هسه عندي اللي هو AA، هذا خط القطع اللي هو باللون الوردي. فهسه خط القطع وين؟ فايت عندي بالدرجات، هاي الصعدة الدرجات الاولى خط القطع فايت بيها. يعني شلون من شرحنا من المقطع انه من دا اقطعاني بالسقف واطي تسويد، ليش؟ لان حط القطع بيها المنشار داخل بيها ودا يبين لي، فلهذا تطلع مسودة. فهنا راح تظهر عندي هاي الدرجات الاولى هي مقطوعة ومسودة، اللي هي هاي بالكامل عندي ابدي اسقطها درجة درجة. شلون سقطنا هسه بالواجهة البناية الامامي هذا الدرج، اقعد اسقط وحدة وحدة، تشوفون هاي الخطوط الفاتحة المرسومة، هاي تسقيط للدرجات الى اخر نهاية الدرج اللي هي الصحن، همينة اسقط المسافة مالته طلعت عندي. اجي شلون ارسم هذا الدرج عندي؟ شلون راح يطلع؟ راح ابدي ارسمه بالارتفاع، اضيف مو هاي الخطوط صارت عندي الوهمية رسمتها، ابدي ارسم هنا ارتفع 0.5 وانطي عرض 30، وارجع ارتفع بوينت العفو 15 وعرض 30، وهكذا الى ان اوصل الى اخر شيء الصحن يختم لي هنا وصلت شقد؟ نص الارتفاع. زين، كملت الى حد هنا، هذا الصحن حيكون عندي اعرض طبعا هو بعرض متر و20، وهذا كله راح اسوده. ليش؟ لان خط القطع مار بداخله. راح اجي هسه الصعده الثانيه، هنا انا هنا واقفه، شلون ذيك الساعه من شفت الشباك عندي كواجهه، فراح تبين عندي الدرجات الاخرى اللي هي القلبة الثانية الصعود، راح تبين كواجهة، يعني بس راح أشوفها أمامي. إذا تتخيلون إنه أنا بس راح أشوف هاي الدرجات، ما راح يمر بيها خط القطع، راح فتظهر عندي واجهة. فأني على الخطوط لمسقطتها نفس الشيء راح أرجع أكمل هذا اللي عندي الخطوط التدرج، إنه أرجع 0.15 و30، 0.15 والعرض 30، وهكذا إلى أن أوصل إلى نهاية هذا اللي هو ما يمثل هسه هاي المنطقة، هي سقف للطابق الأرضي وهي أرضية الطابق الأول،
وتلاحظون انه هنا راح تكون هاي المنطقه مفتوحه، يعني هنا ماكو بعد سقف، لهنا انا اوصل ووراها يلا يبدي الفضاء هنا عندي حتى اتحرك. صعدت للطابق الاول، اوكي هسه واضح. فهنا عندي جزء من الادرج هي دا تبين كقطع وجزء دا تبين كواجهه. نفس الشيء هنا أنا هو الدرج دا يوضح لكم هذا، هنا أنا الخطوط القطع الفيرست بلان شلون دا يصير، يعني اكثر انه الاساتذه وضحوا لكم اياها. هنا طبعا مجموعه من مشاريع طلبت العام السابق، يعني الاول صف اول اللي هم هسه صف ثاني، كان عندهم مشروع اتصور معروف لو مشغل معماري او هم كافتيريا ما اذكر. المهم أنا حبيت إنه أوري لكم إياه حتى تشوفون شلون يصير الشيت أو التقديم بالأخير شلون تفاصيله. يعني هنا أنا أثبت عندي من البداية الاسم، راح أثبت هنا أنا الفكرة، شوف هنا ده يشرح الفكرة ويا الاستعارات مالتها، مثل مستعار من الريشة، مستعار من أكوفد لوجو أو رمز لشيء، كتابة بسيطة عن الفكرة، التجسيد مالتها. يطلع عندي السايت هذا هنا هسه، هنا شكل السايت بالاظهار مالته، باللاندسكيب، بالالوان حسب انا شنو تقنية اظهار مستخدمة. هنا يجي عندي رسم البلان الارضي الاساسي. مهم بالبلان الارضي لازم ارسم كل الحدود، حدود الموقع، شنو اشياء مجاورة بالكامل ارسمها كلها هاي الموقع، حتى اذا عندي شارع اذا عندي هاي كلها ارسمها الموقع. رسمت البلان هنا بالداخل، شوفون تسويد للجدران، المسافات، شوف اللاندسكيب دي تجي هي اشكالها هي من حركة البلان من تفاصيله، نفس الفكرة والاشكال، يعني ما تجي اعتباطا. هنا أنا اذا تشوفون هاي بالفاتح هذا كي، كل خارطة مخطط، يعني انتم ماخذين بالاعدادية بالجغرافيا كل خارطة لازم إلها كي مفتاح. فهنا أنا حتى اني لا تكون عندي تنخبص الفضاءات وكتابات بداخل الفضاءات وتشوشني، فاسوي هنا كي مفتاح، هنا ارقام بالداخل، يعني ارقم مثلا المدخل انطي رقم واحد واكتب واحد مدخل، رقم اثنين هو فضاء الصالة الرئيسية، ثلاثة مثلا الصالة الخاصة او صالة في اي بي، اربعة مثلا خدمات، خمسة حمامات، ستة وما الى ذلك الدرج بالفضاءات. فهذا الكي جدا مهم انه من اني ارسم البلان اخلي هنا الكي. هنا طبعا هذا الجراوند فلور بلان اللي هو الارضي، وهنا هم عندهم ال شو اسمه الطابق الاول الفيرست نسميه احنا فيرست فلور بلان، يعني مخطط طابق ارضي، العفو مخطط طابق اول. ذاك الوقت بالطابق الاول ممكن ما ارسم اني الحدود، بس ارسم شنو الجزء اللي صعد. مهم جدا هم اريد انبه انه اني الطابق الاول اذا عندي ما اشتغله غير ورا ما اكمل البلان بالكامل. كملت البلان بالكامل بكامل تفاصيله، يعني الارضي العفو المخطط الارضي كمل عندي كل تفاصيله، وراها اجيب ورقه او تريس شنو اللي انت دا تستخدمه واطبع مباشرة فوق الارضي. الاول لازم يطبع من الارضي نصا، نفس الخطوط نفس التفاصيل، يعني ما اجي ارسم من الصفر، خاصة حتى بالسايت، يعني اني السايت رسمته فوقه اطبع البلان ارسمه، فوق البلان الارضي اطبع الاول، لازم اطبعه حتى يطلع عندي صحيح ومتطابق، لان كنا راح نوقع بمشاكل عدم التطابق بين الارضي والاول والسايت. فاني كانما عندي ليرات كوبي بيست كوبي بيست واحد فوق الاخر، وابدي انه اشتغل الطوابق والليرات اللي عندي. فالاول مباشره اطبعه فوق الارضي وارسمه، وبعدين اخلي تفاصيله ارسمها، تمام. وراها هنا مثل عندي سقطت الواجهة الأمامية الرئيسية، حتكون عندي واجهة بالعرض وواجهة بالطول، ممكن احنا بعد تسمياتهم احنا حنحددها، نقول لك مثلا واجهة أمامية أو واجهة نهرية واجهة جانبية حسب، أو ممكن نسميهن elevation 1 2، بس لازم تحددها طبعا على الخارطة حتى نعرف نفتهم احنا وين ال 1 وين ال 2. ونفس الشيء للمقاطع، قلنا المقاطع مثل مقطع AA مقطع BB، هنا طبعا راسم
منظور داخلي. انتو همينة هسه يعني جيد ويا استاذ رياض، همينة تعلمتوا ترسمون الايزومترك. هذا هنا أنا ركزوا وياي يا طلاب، جبت لكم هذا التفصيل اللي هو شفناه ذاك بالمخطط بالبداية من شرحت، قلت هاي هنا أنا مسناية وبال يعني من قلنا بالحديقة اكو تفاصيل، فهاي اشبه بمسناية على النهر، يعني تطلع على مسافة يعني ممتدة من المشروع تطلع على النهر، هاي اللي نسميها مسناية، انه ممكن تكون من الخشب، ممكن تكون انه بناء خرسانة وتوقف على اعمدة، جزء على الارض وجزء على المي، تنزل هاي الاعمدة وهي تكون ارضيتها من الخشب او من او كبناء بس بسيط. فهاي جبتها هنا كشكلها تصميمها، وشون المقطع مالتها، شوف المقطع مالتها يعني هنا هي دا تصير بين على المي وبين بداية الأرض، شوفوا هاي شون هنا واقفة اكو أعمدة، هاي دا توحيلي وانه هنا هي هذا التخريم اللي بيها، وهاي فانه كأنما هي من الخشب وهاي أعمدة. أغلبكم يعني شايفين المسناية اللي بالسماوة، يمكن شايفين بشاطئ الفرات اكو مسناية بسيطة من الخشب اللي هي هاي طلع على النهر، هاي هي هذا تصميمها. واللي مثلا بالنجف بالديوانية الكل تقريب عندهم كورنيش واكو عندهم نزلات على المي وتصميمها، وممكن همينة انه بعد تطلع على امثلة. فهاي حلوة اللي يريد يضيف يعني بعد انه للتصميم مالته يسوي فد مسناية او جلسة على النهر. هذا المقطع مالتها قلنا ارضيتها من الخشب توقف على اعمدة، من الاعلى هاي هنا انه هي همينة على اعمدة ومسقفة من الخشب من القماش حسب انه تكون تسقيف اشبه بالخيمة او المظلات، وهذا تأثيثها من الداخل وانه هي بيها مزروعات واهم تفاصيلها. هنا همينة هذا النموذج لمقطع حتى هم تطلعون عليه تشوفون انه شلون دا تصير، قلنا هي مجرد انزل الجدران الرئيسية، دا تشوفون هنا عندي تكون بها سمك بها ثكنس بالمقطع، هنا دا تشوفون اكو مثل هذا الخط نازل عندي بسمك لاين واحد، هذا شنو معناه؟ معناه هنا انه من اني قطعت اكو جزء عندي او كتلة ما فايت بها خط القطع، هي دا تبين ورا خط القطع فهي دا تطلع عندي واجهة، هذا الجزء هنا كأنما دا يطلع عندي واجهة في الرسم بلاين واحد، ومثلا تفاصيل بيه شبابيك، وهذا هذا التأثيث بالداخل شوف بالكامل اني تنزل عندي كل هالطاولات والهاي، هاي التأثيث ممكن انه تاخذوه من النيوفيرت تترسموه على تريس تحفروه وتجون تطبعوه مباشرة اذا انت ما عندك ستنسل اثاث. هنا أنا بالنسبة للي عنده درج سبايرول اللي هو الدرج الدائري، مهم انه بالدرج الدائري اللي يشتغل درج دائري لازم اولا ما يقل قطرة عن 4 متر، هذا اقل شيء 4 متر، هاي حتى بالبيوت يعني حتى تكون حركته صحيحة ومريحة. فبالمطعم من 4.5 الى حد 5 اوكي يكون حتى استعراضي ويكون ايضا مريح بالحركة مالتي، دائما هو انه اكو عمود وسطي وتتحرك الادرج حوله. هنا هم نفس الشيء انه تسقط عندي الدرجات من البلان، تسقط مكاناتهم بالخط الافقي وتجي ترسم بطريقة بالعرض، لازم هنا اول شيء ارسم هاي الحركة الكير وعلى اساسه ابدي اسقط الدرجات. فهاي هنا بالارضي، هنا بالاول صارت عندي صعدة ثانية لان هنا عندي راح يصعد الى هنا ليفل ثاني، اوكي هذا كشكل السبايرال شلون يطلع عندي بالسكشن. هنا همينة نماذج لمشاريع لطلبة العام السابق، همينة حبيت انه اوضح لكم، شوف البلان التأثيث مثل هنا بلان ارضي، حاولت انه اكبر لكم شوية التفاصيل بالداخل، فانتبه شلون دا يصير التأثيث، الحركة، التضليل، هذا التسويد للجدران، مناطق الشبابيك شلون دا تكون فاتحة، شوف التأثيث بالداخل ايش قد يضيف للبلان حيوية وحياة وينطي قوة. فاني من يبقى فارغ البلان
راح يعني يكون ضعيف، لكن من أسسه ينطي حتى الهاج، حتى التلوين، يعني أبسط التفاصيل. شوف حتى هاي الزوليل بالأرضية، الكاونترات، هذا الدرج شلون مرسوم. يعني أتمنى هاي المشاريع أنه تطلع عليها تفتهم هي أشبه شلون. هسه قدامك أنت تريد تحل مسألة رياضيات، فتجي تباوع مسائل مشابهة لها. مو دائما هيك نسوي، نشوف مسائل، نقرأ قانون، ونجي بعدين نطبق. نفس الشيء من نجي نصمم، لازم احنا عندنا خزين، لازم عندنا معرفة، نجي نباوع بلانات، نحللها هاي البلانات، شلون دا تصير الحركة، شلون دا يحل. مثلا عنده اخذ هذا فضاء مستطيل، شلون دا ينحل، دا يصير اكو فد موزع، يجي بعدين فضاء اخر، يجي هنا فضاء مضاف الى خارجي ممكن كبالكونيز، هنا فضاء ممر بعدين يتحول من ممر الى فضاء. فهذا اكو تدرج بالحركة، اكو تدرج بالتفاصيل، احتاج افتهمها على مشاريع مشابهة، بعدين يلا اجي انه اريد اشتغل واصمم على مشروعي حتى تكون عندي سهلة. فذاك الطابق الارضي، هذا نفس الشيء بعد الطابق الاول، الحركات بالضبط، يعني كل الكسرات، كل التفاصيل نصا من الارضي. اجي اني اطبع الاول فوق الارضي واشتغله مباشرة، ما اجي ارسم من الصفر بايدي، ما راح يجي عندي ابدا، ما راح يجي، لازم اني اطبعه طباعة فوق الهاي. هاي الواجهات المفروض فرونت إليفيشن بالعكس. فهنا الواجهة مثل هاي الواجهة الصغيرة، يعني على الجانب مثل الأمامي أو من هنا الأجزاء الصغيرة، شوف الكتل همينة شلون دا يصير. هذا مستوى الأرض، لفل الأرض مثلا، هو حاب ينطيها هذا أشبه بشكل الحجر، لأن إحنا على النهر، فإنه كأنما دا ينطيها طبقات التربة اللي أسفلها، يعطيها هيجي هاج. هذا مثل كتلة أولى عندي، هاي كتلة ثانية دا تشوفون، هاي كتلة هنا، هاي كتلة كأنما أمام هاي المربع، أمام الكتلة الرئيسية، هذول بالأسود، والهاي هاي مجرد إنه تفاصيل و ليارات، يعني تعطيني جمالية، وتعطي كإضافة إلى ذلك وظيفتها تعطي ظل، ظل الشبابيك أو الفتحات اللي عندي. زين، فشلون دي يصير الرسم، الإظهار، الإظهار مهم هم بالواجهات، تنتبهون شلون تسووا الظل وضوء هاي مناطق شلون دا تصير. فهاي مجموعة من النماذج همينة دا أحاول إنه أشرح لكم إياها، حتى لا يكون عندك أنت ما دا تفتهم شنو هذا المرسوم، شنو هاي الخطوط. زين، هاي نفس الشيء الواجهة العرضية اللي هي همينة هذا خط الأرض. هاي الكتل الرئيسية، شوف هي مثل هسه، هذول الكتل كلها بارتفاع واحد، لكن غير بارتفاع، يعني تغيير بسيط، يعني نص متر أصعدها، أنزلها نص متر في سبيل حتى تطلع عندي هاي الحركة باللفلات. هاي مثلا قرر إنه يخليها طابق أرضي فقط. هنا مثل شكل الشبابيك ده يرسمها بشكل مستطيلات أرضية وطولية بدون ما ينطيها مثلا فريمات وهذا الهاج. قلنا هذول التسويد، هذا اللي هنا ده تشوفون هذا الخط انتهى، هذا عندي هنا كأنما الأرضي بدأ الأول، وهاي الخطوط اللي بالفاتح هاي كأنما بالكونيز أمام الكتلة. يعني افتهمنا شنو بالكون، إنه هي طالعة مسافة متر، متر ونص، مترين. زين، وأنطيها سياج أو محجر بارتفاع متر أو أقل، 60 70، وأكو باب بحيث من هذا الفضاء تطلعني إلى هذا البالكون. زين، هذول قلنا التفاصيل كلها هي فقط كجمالية. هنا أنا من أضيف هنا أكو عندي فد جوين ممكن إنه يضيفه من الستيل ستراكشر أو حتى أشجار أقدر أضيف، مثل هنا شوف بالمقطع شلون دا يضيف. انتبه هنا للمقطع، طبعا هنا المشروع مالتهم هو هم على النهر، فلهذا بعد التدرج بالمقطع شلون دا يصير اللفل بالأرض، هنا ينزل درجتين هذا الفضاء عندي، بعدين يصعد درجتين دا يجي عندي هذا مجموعة الفضاءات، بعدين يرجع ينزل درجتين يطلع على الفضاء اللي هو برا. هنا مثل عندي مسبح، عندي حوض، ممكن اسوي فد بركه، بحيره بسيطه ساحبتها من النهر. زين، نزله، وهنا أنا عندي يرجع يصعد، وهذا الفضاء هذا طبعا ممكن انه انا اروح له من جانب، ممكن اسوي جسر، شنو عندي بالتفصيل. شوف الدرج هنا أنا مثل دا يبين عندي كواجهه، ممكن الدرج اذا امامي انا واقفه امامه فيطلع عندي هيك الدرجات كانما كواجهه، وهنا دا تبين كقطع. شوف هنا ماكو السقف،
ينقطع عندي لأن هنا منطقة صعود، ترجع هذا السقف صعود هذا السقف. برنامج زين زين هاي الرقاب الأول، رجاء طلاب بس سدوا المايكات. هذا اللي هنا عندي اللي نسميها الستارة، مهم ترسم، ترسم فقط بالسكشن ما ترسم بالواجهة. وهذا المقطع الثاني، المقطع الجانبي، هذولا طبعا لازم تنضاف الدايمنشن اللي هي بالطول. واجهات، نماذج ايضا ومقاطع، نفس الشيء هنا نهم مقطع مميز. هاي مثل هنا عندنا نافورة، قلنا اذا نريد نضيف نافورات نضيف اشكال، شوفوا شلون تبين عندي حتى بالمقطع نافورة، واكو صعود تجي للفضاءات، هنا نزول، وهنا شوفوا هنا اكو المي، وهنا دا تصير شوفوا فوقها، هاي هنا كأنما مسناية، بس هاي هنا لازم تنزل عندي بعد اعمدة حتى توحي انه هنا عندي صحيحة مسناية. هاي واجهات، ومستخدم الهاتش اللي هو التنقيط، التنقيط بقلم التحبير، نقدر نستخدم التنقيط بالرصاص بس ما ينطي قوة مثل التحبير. فهنا مثل نشتغل على كرتون أسود وقلم تحبير أبيض، عندنا أقلام تحبير ممكن أبيض، هذا الذهبي الرصاصي، هذا اللي يشتغل على كرتون لونه طوخ مو إلا أسود، الأسود والنيلي زيتوني مثلا، فأشتغل عليه بالأبيض، هاي أقلام تحبير. وهذا تقنية الهاتش اللي هي تنقيط نسميها، أو إنه مستخدم هنا في مكانات أخرى التضليل. زين فهمينا شوف شكل الواجهة شلون دا يضيفها، مثل هنا دا يضيف أعمدة، دا يضيف زخارف، هاي كلها قلنا تفاصيل حتى تقوي الواجهات، تكون إضافات كجمالية للواجهة. طلاب لهنا أنا يعني كملت شرح المحاضرة، المحاضرة إن شاء الله همينا راح تنزل لكم بالكامل بكافة تفاصيلها. سؤالات موجودة؟ عاشري ستهديل تسلمين، عاشتي ديت ما قصرتي، شرح جميل ووافي، وأعتقد اللي حضر المحاضرة اليوم من الطلاب كان عنده خسارة كبيرة، لأن الشرح مو مثل ما تنزل له محاضرة يشاهدها، صحيح. فقط يقلب صور. فطلاب هسه ست هديل اليوم شرحت لكم الواجهات، تسليط الواجهات، وأيضا السكشنات، وأيضا حتى السلالم، الأظهار الخارجي، اللاندسكيب باي أول للمشروع كله. أي سؤال أي استفسار مدام هي موجودة هسه ممكن تسألون، لأن احتمال بعد ما تتيح لكم فت فرصة أخرى أن تسألون. هو تسمح لي، العفو دكتورة، بس نعم. خلي نوضح لهم مسألة التوقيتات حتى يكونون على اطلاع بالضبط، يفتهمون شنو الوقت. هو عند الدرس بدي أحكي. أي تفضل. صحيح. فطلاب بالنسبة للوقت مالتكم أصبح وقت محرج جدا، يعني إحنا احتمال هذه المحاضرة تكون شبه نهائية تقريبا. ليش؟ انتم بالنسبة لتوقيتاتكم للامتحانات، يعني تعرفون انتم يوم 26 راح تبدي امتحاناتكم النظرية. الفاينلات بالنسبة للعملي دائما احنا قبل هاي الفترة انه احنا يعني لازم تقدم الفاينلات، يعني بالنسبة للديزاين، بالنسبة للرسم المعماري، بالنسبة للأظهار، لكل المراحل. بالنسبة لكم الفاينل مالتكم راح يكون يوم 18/7. 18/7 هو النهائي، يعني احنا اليوم ايش قد بالشهر؟ احنا اليوم 9، اعتقد 9 بالشهر، يعني بقى لكم 9 ايام. 9 ايام راح تلحق تكمل بيها تفاصيل المشروع كله. عندك هذا الوقت تجبر نفسك بيه. اكو طلاب يعني لحد قبل يومين ثلاثه يدزولي مسجات، ست والله كان عندنا ظرف، والله ما قدرت ابلش بالمشروع، والله كان عندي ما اعرف ايش. زين انا ايش اقدر اجاوبك؟ انت لو صف ثاني لو صف ثالث مين خالف، اقول لك هسه بلشوا جماعتك وكمل وياهم المشروع، لكن انت صف اول، يعني هسه اليوم اللي المحاضره عبرته ما يقدر يعوض، لان هي يعني حلقه تكمل حلقه، اي قطع بالحلقات ما يقدر تكمل وراها، صعبه يعني، مثل واحد داخل فد شيء ما يعرف هو شنو، يعني ما يعرف شنو. فلهذا اتمنى على الطلاب انه خلال هاي 9 ايام تعيد تنظيم امورك. الطلاب اللي كان تقديمه
يعني بين بين او ما مقدم او ما ملحق او مقدم تقديم واحد او تقديمين، او حتى كطلاب هسه يلا بلشوا التحقوا بالمنصه، هذا يعني اعتبره اني ما اعرف يعني اجرام حق نفسه قبل ما يكون بحق الماده. على العموم عندكم خلال هاي الفتره ان تلاحقوا وضعكم يوم 18 7 هو الفاينل. الفاينل شو يشمل؟ يشمل هاي التفاصيل، يعني مشروع كامل متكامل، يعني تعرض المشروع متكامل تقدمه، ثوره وتقدمه، شوف جماعتك صف الثاني صف الثالث صف الرابع شلون بده يقدم فاينل، انت نفس التفاصيل تقدمها نفس الشيء. هذه وحده. اثنين، حسب تعليمات الوزاره مطلوب تقارير ومطلوب ايضا عندنا مشاريع. بالنسبه للماده العمليه انتو ديزاين، فما عندنا ماده نظريه نحتاج بها تقرير فقط، لكن نحتاج بها مشروع. مشروع هذا يكون اثراء راح يدخل درجته من ضمن الدرجه النهائيه الفاينل، فجدا مهم المشروع. ست هديل، شنو ببالك ان تقترحينهم المشروع اللي راح يشتغلون به للنهائي؟ يعني تسمحي لي ست، قصدك كامتحان نعم. يعني للامتحان؟ لا لا ست، لازم احنا مطالبين هم انه يقدمون بروجكت اضافي للفاينل نعم. أنا أقول خلي حسب هسه، تعليمات القسم. تسمحي لي ست، خلي لا يعني نخبصها عليهم هسه، خلي إنه هاي الفترة هسه عندكم مثل ما قالت ست سعدت، عندكم مجال، يعني أنتم تعرفون إنه امتحاناتكم النهائية راح تكون نهاية شهر السابع، اللي هي يا ريت بس هسه تسدون الصوت بلا زحمة طلاب رجاءً، هاي المداخلات بالصوت، بعدين اللي عنده سؤال راح نفسح له المجال. ما اعرف، تبارك تبارك اكو يمك تشويش، تبارك سدي المايك. النهائي الامتحان النهائي لكم راح يكون نهاية شهر السابع، احنا قبلها طلاب مطالبين بسعيات، نقدم سعيات لازم لمادة الديزاين وكافة المواد النظرية. عندنا الفترة انتم محددين 18/7، يعني هاي ما حاولنا انه بعد جهد انا وسعدت انه شوية زحفنا الموعد، لان تدرون احنا عندنا الخامس، المرحلة الخامسة هم مشاريع تخرج نهائي، ورانا مناقشات، لجنة كاملة من المناقشات، تجينا اساتذة خارجيين من الجامعات الاخرى راح يجون ويناقشون، فهنا عندنا كلش لود ضغط هاي الفترة، يعني احنا هسه وياهم محاضرات مكثفة يوميا من الصبح، خاف انتم تقولون هسه احنا تعبنا ولود وشون وما عندنا مجال، لا عندكم هواية مجال، مشروعكم صغير، اتقدمت لكم محاضرات ويعني مصادر ومراجع لهذا المشروع كلش كافية ووافية. أدري هو الظرف صعب، أدري إنه التعليم الإلكتروني فيه إشكالات، لكن صدقني الإيجابيات أكثر، أنت قاعد بالبيت ما عندك الالتزامات اللي هي الروحة والجاية والمعرف شنو هاي اللي هي تاخذ منك وقت، أنت قاعد بالبيت اشتغل، احصر نفسك هاي الفترة، عندك هاي 8 أيام 9 أيام تكمل بيها شغلك. شنو المطلوب من عندك هاي الفترة الجاية؟ مطلوب من عندك آني إن شاء الله والأساتذة راح نتفق، خلي تكون إنه هي على مراحل. المرحلة الأولى إنه آني أصور السؤدد نخليهم يوم الأحد، مرحلة السايت والبلان أخذت وقت كلش طويل، الأساتذة هواية انطوا بيها نقد ومراجعات. عندكم هسه أنتوا هاي المحاضرة مال اليوم إن شاء الله لليل راح أنزل لكم إياها كبي دي إف وكفيديوية، راح تنزل عندكم على اليوتيوب. أتمنى اللي كانوا حاضرين واللي ما حاضرين الكل يطلعون عليها، لان هسه هي بيها انا شرحت تقريب تفصيلا من الالف الى الياء للمشروع راح تفيدكم، اضافه الى انت ترى ماده الرسم المعماري ويا استاذ رياض هم يعني الرجل بتوجيهات طبعا من دكتور احمد رئيس القسم وجهها انه يكون الرسم الهندسي للمعماري مختلف ودا ياخذكم باتجاه المعماري، يعني مشكورا شارح لكم المساقط، شارح لكم المقاطع، حتى الايزومتريك، يعني انت عندك تصور كامل عن هذا الموضوع. حتى ذاك الاسبوع نزلت لكم محاضره عن بدايه الثري دي، شلون تتخيله، شلون تشتغله، اذا تريد اللي يشوف نفسه قوي بالكتل وبالثري دي وعنده مثل كرتون عنده في اللين، خليه يسوي موديل بسيط للعمل مالته للسايت
ومن الموديل هذا ياخذ له صور ويبدي يشتغل عليه، واجهه يسقط. همينه هذا نوع من يسهل عليك الامور ويفهمك اكثر الواجهه. فاللي عنده، وانا شفت امكانياتكم بال3D كلش قويه، فاتمنى انه كلكم تشتغلون. طبعا هو بالاوضاع العاديه هو هذا الموديل فشي الزامي، يعني الزامي ولازم تشتغله، لكن احنا شويه الظروف والحركه والشراء المواد صعب. بس اتمنى، وحتكون طبعا بدرجه بلس زياده للي حيشتغل موديل بسيط مصغر، حتى لو بسكيل اصغر من 1:100 ماكو اشكال. بالمواد اللي عندك هذا الموديل تشتغله وتصوره، راح يسوي لك تصور كامل للواجهه وللسكشن، ويسهل عليك الشغل كله ويرفعك مرحلة جديدة. فرجاء طلاب، نريد جدية، الأيام الجاية تحتاج جهد تعب. إحنا خلصت يعني، وأخيرا بالنسبة لكم وبالنسبة للكل، إنه السنة تريد تنتهي وتخلص، أنتوا تعبتوا بيها وإحنا هم تعبنا بيها. فلا تضيع جهدك، لا تضيع تعبك هذا اللي أنت بذلته بهاي ال10 أيام اللي بقت. احسم مسألة العملي، احنا ردنا نخلصكم منه قبل الامتحانات حتى تتفرغ للامتحانات، لان تعرفون كل الزين انت عندك نهاية السابع امتحانات الفصل الثاني، وراح تاخذ استراحة وراها تبدي امتحانات الفصل الاول. زين، وهم يجوز اكو متطلبات بالموضوع العملي بحد ما اعرف يعني التعليمات. فانت بعد عندك لود هواية، فحاول انه هاي احسن فترة، هاي الفترة عندك بيها مجال انه تشتغل. لا تشيلون هم نظري وامتحانات، حيكون عندكم مجال. يعني انت راح تسلم 18/7 الفاينل الديزاين، راح يكون عندك من 18 الى حد ما اعرف الامتحانات 24 او 26، حيكون عندك مدة كافية لقراءة الدروس النظرية. اوكي، هاي خلينا نحسمها حتى لا يصير بيها كلام زايد. بالنسبة لل ان شاء الله راح نتدرج بالتقديم للفاينال، ما راح طبعا نبقى لاخر يوم 18 اللي هو يمكن يصادف السبت القادم، يعني مو هذا السبت اللي ورا. اني ان شاء الله انا والسعودة اتفقنا انه يوم هذا السبت، او ما اعرف السعودة الاحد، يكون فاينال للسايت والبلان. يعني تقدموه كتقديم متكامل، فقط السايت والبلان تقدمه مكملة من كله، مثل ما هسه شرحت لكم ووريتكم بالصور. يعني مرسوم الموقع بالكامل، مرسوم المداخل، التفاصيل، الإظهار، قوة الجدران، التأثيث، شنو تريد تسوي، هاج انت تستخدم، انت حر. يقدم السايت والبلان ينتهي، يعني بلان طبعا ده اقصد ارضي واول اذا انا راسمه، ومعها انه تقدم بداية التقديم الاول للواجهة والمقطع. احنا راح نطلب واجهة واحدة ومقطع واحد، لان الوقت قصير ما راح نطلب اثنين باثنين، فواجهة واحدة ومقطع واحد ايضا يقدم كتقديم. حتى شنو انت هذا السايت والبلان، بعد ماكو عليه نقد، مباشرة راح تقيم عليه وتنزل عليه درجات.